بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله، نحمده حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي العربي الأمين، وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم وصار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، إخوة الإيمان، يقول رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، الإسلام دين النظافة في القول والعمل والثوب والبدن وفي جميع سلوكيات المؤمن. أوجب عليه الإسلام أن يكون نظيفا، فلقد خاطب الله تعالى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فأمره بطهارة الثوب، ولا تصلح عبادة من مؤمن إلا إذا كان ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا والمكان الذي يجب أن يصلي عليه طاهرا. فهذه بعض شروط صحة الصلاة، كما خاطب الله تعالى أمة حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأوجب الله تعالى على المؤمن إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة أن يتوضأ أو يغتسل إن كان قد أجنب أو أحدث، فإن لم يجد الماء فعليه أن يتيمم بالصعيد أي التراب الطاهر كما صرحت به الآية القرآنية. ولقد روى البخاري بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، الرجل فينا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أي أن الإسلام يزكي من المؤمن وفي المؤمن أن يكون نظيفا في بدنه، نظيفا في ثوبه، نظيفا في قوله، نظيفا في عمله. فإن جابر ابن عبد الله الأنصاري روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأحد شوارع المدينة يوما فرأى رجلا شعره قد تناثر وانتكث، فقال صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟
ثم مر على رجل آخر ثوبه وسخ، فقال صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ماء فيغسل به ثوبه؟ معنى ذلك أن الإسلام لا يرضى من المؤمن أن يكون رث الهيئة، كريه المنظر، كريه الرائحة، فإن الإسلام دين الطهارة. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إن الماء لم ينزل من السماء لنغسل به سياراتنا التي نركبها، ولا شوارعنا التي نمشي فيها، ولا نغسل به حوائط منازلنا، ولكن نزل الماء للطهارة، للنظافة. حتى ولو كانت الطهارة في الجماد، أي الحوائط الجامدة التي لا تشعر ولا تنطق ولا تتكلم، فلقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمسجده ذات يوم، ودخل أعرابي ثم هوى إلى ركن من المسجد وأخذ يبول فيه، فقال الصحابة: مه مه، توقف، ماذا تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه حتى ينتهي. فلما انتهى الرجل دنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يرحمك الله، إن هذه المساجد لم تبن لهذا، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وتلاوة كتاب الله. ثم أمر صلى الله عليه وسلم رجلا أن يحمل دلوا من ماء، فحمله وشنه عليه، أي صبه عليه وطهر به المكان. أيها الأحبة، في الحديث مآخذ وعلامات نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، رحمته بهذا الأعرابي الجاهل الجافي الذي لا يعرف الأدب مع بيوت الله، فهو رجل بدوي لا يعرف شيئا، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل أن يقضي حاجته، من باب الرحمة، ومن باب أن احتباس البول المتدفق من الإنسان يضره بدنيا ويحرجه معنويا ويؤذيه، والإسلام جاء فيه لا ضرر ولا ضرار. فكانت رحمة النبي بهذا الجاهل الأعرابي أن تركه. ثم بعد ذلك نهى أصحابه عن إحراجه أو إيذائه، فلم يكونوا عصابة ولم يكونوا قطاع طرق، بل هم قوم اختارهم الله لصحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. تأدبوا بأدب الله، وتعلموا من علم رسول الله، وتخلقوا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علم ذلك الأعرابي كيف يكون الأدب مع بيوت الله، إنها أماكن طاهرة ولا تصلح فيها هذه النجاسات أو هذه القذورات. ثم بين له أن هذه المساجد لها رسالة سامية عظيمة رفيعة، وهي ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وقراءة كتاب الله. هذا توجيه وتعليم
من سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في طهارة البدن والثوب والمكان، طهارة البيئة، الشارع، الحي، المدينة، العمارة، سلالم البيوت، مداخل البيوت، أفنية البيوت. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى، إزالة الأذى من طريق الناس، أقولها وأهمس بها للذين يضعون الأذى عن عمد أو تهاون أو تجاهل لأعين الناس وسمع الناس وبصر الناس. الإسلام لا يرضى بهذا. فعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال: أمت الأذى عن طريق الناس، أزل الأذى، أزح الضرر من طريق الناس. فالإسلام لا يرضى من المؤمن أن يحفر حفرة وأن يترك طينها وترابها يقطع به طريق الناس، ولا يرضى منه أن يحمل حقيبة أذى، كمامة، ويضعها ليؤذي الناس، ولا يرضى من المؤمن أن يكتب شعارات أو نعارات على الحوائط حتى ولو كانت آيات قرآنية. فإن الآيات يجب أن نحسن الأدب معها، وإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نحسن الأدب معه، فإننا لا نريد إيذاء للناس بكلمات مكتوبة أو مسموعة. فالإسلام لا يرضى بهذا، بل هو دين النظافة في القول والعمل والسلوك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا تعليما رقيقا مهذبا. عندما ينقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفترة، فإذا به يبحث عن أي سبب من أسباب انقطاع الوحي، فيأمر جاريته فتقوم إلى منزله فتطهره، تنظفه، ثم ترشه بالماء، فإذا بالوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم ويخبره عن سر انقطاعه، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جرس ولا تمثال، وقد كان جروا صغيرا دخل تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم واختفى تحته، وكان هذا سببا من أسباب انقطاع الوحي. أريد أن أقول لمن يقتني كلبا لإفزاع الناس وترويع الآمنين أو المنظرة أو التباهي، هذا ليس من الدين، فإنه قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب حراسة فقد انتقص من أجره قيراطان، أي كل يوم. فقيل: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: يعدل أحد أو يزيد. إذن
لا يجوز اقتناء هذه الكلاب إلا للصيد أو الحراسة، وهي تكون الكلاب معلمة ومدربة على هذا. كما أن الإسلام غلظ الطهارة من نجاسة الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا، فجعلها أن يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب الطاهر، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطهره أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب الطاهر. لماذا؟ لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، كما أن في لعابه فيروسا مؤذي لا يموت ولا يقتل إلا بالتراب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علمه؟ شديد القوى. أيها الأحبة، طهارة البدن قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، وفي رواية: والسواك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تسوكوا فإن السواك مطيبة للفم مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا وأمرني بالسواك حتى حسبت أنه سيفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني خشيت أن يفرض السواك على أمتي لأمرتهم به. لولا أني خشيت، أي من باب الرحمة والرأفة، أن يفرض على أمتي لأمرتهم به، وإني لأستعمله حتى خشيت أن تخفى مقادم فمي، أي أكثر من استعمال السواك حتى خشيت أن تخفى مقادم فمي، أي الأسنان الأمامية، من كثرة استعماله ومن شدة المحافظة عليه. فإن الإسلام لا يرضى من المؤمن أن يكون عرقه كريها، ولا نفسه الذي يتنفسه في وجه غيره كريها، سواء كان من أثر طعام أو من أثر شراب أو من أثر غيبة أو نميمة، فإن الإسلام لا يرضى بهذا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، ويقصد بالشجرتين الثوم والبصل. فإن المؤمن إذا أكل من هاتين الثمرتين وجب عليه أن يعتزل مصلى الناس، ولا يصافح أحدا ولا يعانقه ولا يقترب منه. إذا كان هذا في شجرتين أنبتهما الله، فرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إذا كان هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لشجرتين مثمرتين أخرجهما الله طعاما وغذاء وفائدة غير أن بهما رائحة كريهة، فنهى الإسلام المؤمن أن يؤذي غيره برائحة فمه، فما بالك برائحة فم المدخن.
وما بالك برائحة فم شارب الخمر، وما بالك برائحة فم المغتاب الذي يكثر من الهمز واللمز والقيل والقال، إنها نجاسة في الفم، والإسلام لا يرضى من المؤمن ذلك. وعندما يأمر المؤمن بنتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب، هي نظافة بدنية يريد بها الله سبحانه وتعالى للمؤمن أن يكون جميلا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. كما جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا لو أن لأحدكم ثوبين، ثوب للصلاة وثوب للعمل. وفي رواية: ماذا لو أن لأحدكم ثوبين لجمعته، كأنه يقول من يريد أن يأتي للجمعة والجماعة فعليه أن يخصص لهما ثيابا طاهرة نظيفة جميلة حسنة. ولا عجب، فلقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها الأحبة، إن الإسلام مهما يأمر بالزهد ويأمر بالترفع إلا أنه يأمر بالنظافة، يأمر ويحض أن تكون النظافة سلوك للمؤمن يتعامل به مع الله ومع خلق الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل السوق يوما مع أحد الأثرياء واشترى لنفسه عباءة، واشترى ذلك الثري عباءتين، ثم رآه في مجلس في اليوم التالي وعليه ثياب رثة قديمة، فقال له وهو يعلم صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أوليس عندك غير هذا؟ قال: بلى يا رسول الله، عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصلي وسلم وبارك على من صلى على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، عندما دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرين واختلطوا بالأنصار وجاوروا اليهود، وجدوا منهم خصال وصفات وطباع غليظة. وجدوا أن اليهود عندما تكون المرأة منهم حائض لا يآكلوها ولا يجامعوها ولا يتعاملوا معها، فيعتبروها مخلوقا نجسا، بل كانوا يحبسونها لا ترى نورا ولا تخرج إلى طريق، وكانوا يقولون إن شريعتنا تأمر بذلك.
فأخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من هؤلاء القوم، فلما قالوا ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعدما نزلت هذه الآية: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فغضب اليهود وقالوا: إن هذا الرجل ما ترك لنا في أمرنا شيئا إلا وقد خالفنا فيه، ما ترك لنا في أمر شرعنا ولا أمر ديننا شيئا إلا وقد خالفنا فيه. فأخبر الله تعالى أن المرأة إنسان طاهر مكرم، لكن عند المحيض فإن كلمة المحيض هي من الحوض، والحوض هو مكان تجمع الدم المعزي الفاسد الضار، فإن دم الحيض دم فاسد لو بقي في بدن المرأة لأذاها وأوقع بها الضرر. فمن حكمة الله تعالى أنه أراد لهذا الجسم الآدمي أن يتخلص من هذا الدم الفاسد المعزي بهذه الطريقة ومن هذا المكان. فلو اقترب منه الرجل في هذه الحالة فإن الأذى سينتقل إليه وإن الضرر سينتقل إليه، ولذلك قال الله تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمعنى أن رغم هذا الدم أنه مكان أو في مكان غير طاهر، وهو دم غير طاهر وينزل ويعاشر الإنسان وقد يكون على غير طهارة أي في نجاسة، إلا أن الإسلام أراد للمؤمن أن يكون نظيفا وأن يكون طاهرا وأن يحفظ لحياته وصحته وضعها وكيانها، ويحفظ لامرأته مشاعرها وأنوثتها، وأن يحترم فيها ما قدر الله تعالى لها، فأمره أن لا يقترب منها إلا وهي طاهرة حتى تكون معه نشيطة، حتى تكون معه على إرادة من الله سبحانه وتعالى وعلى ما جاء عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاشرة في هذا الوضع فقال قال للسائل: أقبل وأدبر واتق الحيضتين. هذا هو الإسلام، والنظافة في جميع مناحي الحياة هي منهج الإسلام والذي جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم متعنا بأسماعنا ومتعنا بأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغفر للمستغفرين، وتب على العصاة والمذنبين، وارحم ضعف أمة محمد أجمعين. أيها الأحبة،
المحبة، عندنا مريض يدعى الحسن في مرض خطير دواؤه وعلاجه بيد الله، استحلفنا خاله أن ندعو الله له أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي هذا الحسن شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي هذا المريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صحح له بدنه وأجر الدم في عروقه وأعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي، زمانا ما بلغت به مرادي.